بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، نكمل المحاضرة الرابعة، وهي تتم كذلك للفصل الأول، المبحث الثالث والذي خصصناه لمراحل إعداد البحث العلمي. أولا، يجب أن نذكر بتعريف المنهجية التي تعرفنا عليها في المبحث الثاني، فهي ذلك الطريق التي يتبعها الباحث من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، أي الإجابة عن سؤال رئيسي، باستخدام مجموعة من الأساليب والأدوات المختلفة لاختبار صحة فرضية أو نفيها. فهي إذن مجموعة من المراحل يتبعها الباحث للوصول إلى نتيجة. تتمثل هذه المراحل في أولا اختيار موضوع البحث، ثانيا القراءة والبحث عن المصادر، ثالثا تحديد الإشكالية وصياغة الفرضيات، ثم تقسيم الموضوع واختيار المنهج البحثي، ثم التقييم، ولننتهي بتأكيد أو نفي الفرضية. إذن أول مرحلة من مراحل البحث العلمي أو مراحل المنهجية، وهي مرحلة اختيار الموضوع. إذن نبدأ البحث العلمي باختيار الموضوع، وعادة ما يكون هذا الاختيار نابعا عن اهتمام ذاتي بموضوع معين، أو ملاحظة تغيير في المجتمع، أو توفر لمعلومات جديدة. لكن موضوع البحث عادة ما يكون عاما، لذا يجب تحديد زاوية معينة للبحث والانتقال من الموضوع إلى السؤال البحثي. هناك مجموعة من القواعد يجب أن تتوفر لاختيار موضوع البحث. أولا، إمكانية القيام بهذا البحث، أي اختيار موضوع تتوفر فيه المراجع والمصادر الأساسية، أن تكون له علاقة بالتخصص. اختيار موضوع يدخل ضمن اهتمامات والتخصص العلمي للطالب أو الباحث، حداثة وأصالة البحث وعدم تكراره، مدى قابلية الموضوع للتطبيق والتحليل، وأن تتوفر في الموضوع معيار الأهمية. كما يجب اختيار الموضوع يكون عدم اختيار عفوا موضوع يكون واسع جدا. أما عن القواعد المرتبطة بصياغة العنوان البحثي، تكلمنا عن القواعد الخاصة بالموضوع نفسه، الآن القواعد المرتبطة بالعنوان. أن يكون الموضوع واضحا ودقيقا ويعبر عن المحتوى بشكل صريح، الإيجاز بدون الإخلال بالمعنى بعيدا عن الإطالة المملة، أن يكون عنوان البحث متناسقا مع المحتوى، أن تظهر فيه حدود الموضوع وأبعاده الزمنية والمكانية. المرحلة الثانية، وهي مرحلة القراءة والبحث عن المعلومات، تسمى كذلك بمرحلة الاطلاع على الأدبيات. وفي هذه المرحلة تتم قراءة مختلف المصادر والمراجع والبحث عن الوثائق الأولية، أي المصادر أو الوثائق الثانوية بمعنى المراجع المتعلقة بموضوع البحث. ثم بعد القراءة تتضح لنا الإشكالية، فالمرحلة الثالثة هي تحديد الإشكالية وصياغة الفرضيات. فبناء على مرحلة القراءة والتفكير يتم تحديد الإشكالية التي تدور حول سؤال رئيسي يحتاج إجابات وتفسيرات حول الظاهرة موضوع البحث. الفرضية هي عبارة عن تصور لإجابة
عن هذا السؤال الرئيسي. إشكالية البحث يجب أن تكون واضحة ويمكن الإجابة عنها، كما يجب على الفرضيات أن تكون محددة وقابلة للاختبار. مرحلة تقسيم الموضوع. بعد تحديد الإشكالية نأتي إلى تقسيم البحث، وتتضمن هذه المرحلة تقسيم الموضوعات الأساسية والفرعية على أسس ومعايير واضحة. يتم تقسيم الموضوع على أساس متغيرات الدراسة، التسلسل المنطقي والعلمي لموضوع البحث، التدرج في تناول جانبي الموضوع النظري ثم التطبيقي، وتبيين الخلفية النظرية لموضوع الدراسة بشكل مختصر وعلمي، التنبؤ بخطوات الإجراءات الميدانية للدراسة بهدف ضبط مجال الدراسة. اختيار المنهج وأسلوب البحث. بعد التقسيم يمكن الآن اختيار المنهج كما درسناها سابقا من بين المناهج المستخدمة في مجال العلوم الاقتصادية، الاستقراء، الاستنباطي إلى غير ذلك، والأسلوب البحث الذي يناسب المنهج مثل العينة، الملاحظة، الاستبيان وغير ذلك. تتضمن هذه المرحلة اختيار منهج من المناهج البحثية سلفة الذكر كما قلنا، ويتم اختيار منهجا واحدا أو أكثر إلى جانب اختيار أسلوب للبحث كالعينة وكتابة الاستمارة إذا كان بحث كمي، أو تحضير الأسئلة البحثية إذا كان بحثا نوعيا. ويتم في هذه المرحلة التفكير بالخطط البديلة والاتصال بالأشخاص الذين يمكن أن يسهلوا عملية البحث ويساعدوا للوصول إلى العينة المرجوة، ثم يبدأ البحث الميداني وفق منهجية متبعة وضمن أخلاقيات البحث العلمي المتفق عليها، هي الابتعاد عن السرقة العلمية. وبعدها تتم غربلة المعلومات التي تحصل عليها الباحث، ثم تأتي مرحلة التقييم والتنفيذ. في هذه المرحلة يتم تحليل المعلومات والتدقيق فيها وغربلتها، وذلك بإعطاء الأولوية للمصادر الأصلية والتركيز على المراجع الأكثر حداثة، ثم البدء بعملية الكتابة. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث الذي نلخصه في الخاتمة، حيث نقوم بتلخيص النتائج المتحصل عليها والإجابة عن السؤال الرئيسي والإشارة إلى تأكيد أو نفي الفرضيات، ثم تقديم التوصيات والمقترحات والآفاق المستقبلية لهذا البحث. أما عن المواصفات النهائية للبحث العلمي، أي من الناحية الشكلية، من ناحية الشكل كيف يكون البحث العلمي، يشتمل البحث العلمي النهائي على العناصر الأساسية التالية: الصفات التمهيدية، الصفحات التمهيدية مثل الإهداء والتشكرات إلى غير ذلك. ثم نأتي إلى المقدمة، وهذه المقدمة تحتوي على ثلاث أجزاء أساسية: أولا محتوى البحث، هذا في الجزء الأول من المقدمة، ثم نحدد الإشكالية وهي عبارة عن سؤال رئيسي وفرضيات، ثم نعرض خطة البحث،
كما قسمنا البحث في مرحلة من مراحله. ثم يأتي محتوى الموضوع، أي نقوم بوضع الفصول أو البحوث. ثم الخاتمة، الخاتمة كذلك تحتوي على ثلاث أجزاء رئيسية: ملخص البحث، الإجابة على الإشكالية، الآفاق المستقبلية، وتقديم التوصيات والمقترحات. ثم نعرض قائمة المصادر والمراجع، ثم الملاحق. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الجزء من الفصل الأول. لنلتقي في الفصل الثاني مع تدوين الملاحظات وبطاقة القراءة وكذا الملخص. شكرا لكم على الإصغاء، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل.